ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع قصة جديدة، وبتمنى من ربنا انها تعجبكم حبايبي ان شاء الله، بعنوان القط المسحور. كان هناك قط جميل يعيش في منزل كبير وفسيح، وكان يعامل بكل الحب والرعاية من قبل صاحب المنزل. وفي يوم من الأيام، وأثناء لعبه مع الأطفال في الحديقة، وجد القط قطعة من الجلد الغريبة ملقاة على الأرض. أخذ القط الجلد الغريب إلى المنزل، ولكنه لم يدرك أنها كانت قطعة من جلد حيوان مسحور. وبمجرد أن وضعها في فمه، شعر القط بشيء غريب يحدث لجسده. لم يكن يدري ماذا حدث، لكنه شعر بأنه مختلف تماما. في اليوم التالي بدأ القط يتصرف بغرابة، لم يعد يحب اللعب، وكان ينام طوال اليوم. لم يكن يأكل كثيرا، ولم يعد يستجيب لمالكه بالشكل الذي كان يفعله في السابق. بدأ صاحب المنزل يشعر بالقلق، لأنه كان يحب هذا القط كثيرا، ولكنه لم يستطع معرفة ما الذي حدث له، حتى أخبره أحد الجيران أنه قد يكون مسحورا. عندما علم صاحب المنزل بذلك، سارع بالاتصال بشخص يعرف كيفية التخلص من السحر والعلاج منه. وبمجرد أن قرأ الساحر العلاج على رأس القط، بدأ القط يتحسن تدريجيا. عاد القط إلى طبيعته السابقة، وأصبح يلعب مرة أخرى ويأكل بشهية. وكان صاحب المنزل سعيدا جدا لأنه استعاد قطه الجميل الذي كان يحبه كثيرا. وبعد ذلك قرر صاحب المنزل ترك الجلد الغريب بعيدا عن المنزل، لأنه كان يدرك الآن الخطر الذي يحمله هذا الجلد، وعاهد نفسه على الحرص على سلامة حيواناته في المستقبل. وكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم القصص الجديدة أولا بأول. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.